مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي TNNS؟ ما هي ميزات TNNS؟ ما هي TNNS؟ تعمل TNNS توكن على بناء مستقبل أفضل للرياضة من خلال تحفيز المشاركة والأداء عن طريق تمام تلقي جميع الرياضيين الاهتمام والتعويض المناسب عن سنوات التدريب والتنافس والتضحية من أجل حرفتهم. ما هي ميزات TNNS؟ تعمل TNNS على تطوير منصات ألعاب VR eSport قبل الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاقها في مساحة NFT. سيتم استخدام رموز TNNS للمسابقات داخل نظام VR البيئي والسماح للاعبي VR بالمنافسة والفوز برموز TNNS. يمكن للمستخدمين تخصيص صورهم الرمزية لتمثيل أنفسهم في الحياة الواقعية. يتمتع المشاهدون بالقدرة على مشاهدة الأحداث الرياضية في VR. يمكن لحاملي TNNS التفاعل للحصول على بعض المرح مع المشاهدين الآخرين كالأحداث الرياضية. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.